اشتري بقرة. وبينما كان يتفرج على البقر. يعني ايه بينما؟ بينما دي معناها وهو بيتفرج عليها يعني. واكتبها ازاي بقى دي؟ اكتبيها زي ما تكتبيها وانا اصلحها لك في الاخر. يلا. وبينما يتفرج على البقر. خلاص. وبينما كان يتفرج على البقر احب بقرة. هو في رجل بيحب بقرة؟ ما انا مش قصدي ان هو حبها حب عاطفي، اقصد انها عجبته، لقى صحتها كويسه، تقدر تدور في الساقيه. وبعدين يعني انا بختار لك كلمات خفيفه. انت اللي جبتي لنفسك، اكتبي بقى بدل احب بقره اعجبته بقره. طب والله ماشيه كويسه اهي، بس في حد يكتب بينما بالهي ومبسوطه؟ سيبيها بقى يا دلاله، يا ناقصه حوسه. وبعدين يعني ما هو عندك في الكليه بيغلطوا زيها واكتر كمان. كملي يا مبسوطه. انتوا عارفين يا بنتي عسل، انتوا لو قبل سلوى ادتني نمره حلوه ليكوا عندي عزومه على العشاء. والله مبسوطه انت مية مية، ابوس ايدك نجحيها. مش بطل. 6.5 من 10. دي حلوه دي بالنسبه ليكي؟ هايله. مجنونة. احنا بالليل الناس هيقولوا علينا ايه؟ فالخير سيبيها، يمكن يتجوز ولا حاجة. خير يا بنات، هتزغري تقولي ايه؟ مبسوطة جابت 6.5 من 10 بالقمل. وناوية تعزمنا على العشاء. جد؟ هي قالت كده. طب يعني 6.5 من 10 دي هتجيب لنا اكل من اي نوع؟ تجيب كشري. شفتوا المجاميع الضعيفة بتعمل فينا ايه؟ كشري. كشري ايه؟ عشوة محترمة. وتكون ليها ريحة مميزة كده؟ وتكون ببقدونس. وسلطة وجوطة وطحينة. وكل التحابيش. امال لما تعرف تقرا الجورنال هتجيب لنا ايه؟ استنى هنا يا اسطى بقى نص دقيقة. بس خف ايدك يا خميس. مساء الفل. اهلا يا عمر، اموري؟ عايزة 2 كيلو كباب صافي من غير كفتة. ايوه بس لمؤاخذة الكباب يحب الكفتة من البزيل. ماشي، هات كيلو كفتة لوحده، والطلب يكون وصاية كل السلطات، ماشي؟ والريش في الكباب تكون بزيادة. ماشي. الحساب بقى يا معلم. الحساب لما تستلم الطلب. ما لازم اجيب الحلو، عندي مشوار تاني. طب وماله؟ لما ترجعي بألف سلامة ومعاك الحلو نبقى نتحاسب، هي نص ساعة مش أكتر. ماشي. مش محتاجة يا حمام؟ لا، المرة الجاية بقى. ماشي يا قمر. اطلع يا اسطى. ايوه هنا يا اسطى، استناني شويه. ازيك؟ ايه مش عارفني؟ وانا توه عنك برضو، مهما الدنيا غيرتك ومهما عملتي في نفسك، ايه اللي جابك؟ عشان قلت لك لما احب اشوفك هتلاقيني قصادك. طب والتاكسي ده معاكي؟ امال ايه؟ عزوم ايه؟ انا عشان ارجع بيه، عندي عزومه. طب ماشي. لا مش هينفع، انا بقول لك عندي عزومه لازم ارجع. يا بنت التكاسي ماليه الحاره رايحه جايه، نجيب واحد تاني. طيب ماشي. خد يا اسطى، معلش مش عايزه اعطلك، مع السلامه. ماشي. ما تشهل، جهزت الطلب؟ عزومة ايه دي؟ عزومة كباب عاملاها لزملاتي في السكن. بالمناسبة باركلي، مش أنا بقيت أعرف أقرأ وأكتب؟ إيه؟ ده أنا خدت 6.5 على 10 في الإملة. صدقي بقى أنتِ تستاهلي 10 على 10. مالك؟ مالك إيه يا بنت؟ انت اللي مالك. مالك في ايه؟ مفيش حاجة. ايه عطف الشارع بيجري؟ الله، معلولة، تعالي ورايا. Thank you.
الماتش ومش عايز اتاخر على التكبيك. انت جيتي في الوقت اللي انا عاوزك فيه. طب ما انا كمان. كده مالك؟ فكر الثانية بس شوية. عايزة أرجع زي ما هي. عايزة ملوش لازمة اللي انت بتعمله ده، اللي حصل حصل وخلاص. خلصت روحك يا كلب يا نجس، حرام عليك، ده بطرح اكل عيش ينجسه بوساختك يا كلب. كفايه ضرب بقى، غور من وشي، مش عاوز اشوفك في اي حته، والبيت لو شفتك فيه انا هذبحك يا نجس. واحد الله حاج ربيع، انا كده بوحد الله، غور من وشي يا كلب. حصل ايه يا عاطف بينك وبين ابوك؟ ما حصلش حاجه، هو بيحب يتخانق كده ويزعق على الفاضيه والمليانه. من الساعه دي لا انت ابني ولا عاوز اعرفك. انت عملت ايه بس يا ابني عشان ابوك يغضب عليك بالشكل ده؟ ما عملتش حاجه يا حاج ابو احمد، انا سبت العربيه ورحت الخرابه تصير. بتكذب وانت مفضوح فضيحه القطط يا نجس. فضيحه القطط كده بانت يا رجاله، كان معاه ست ولا راجل في الخرابه عم ربيع. هي ناقصاك يا ابن الهطله انت كمان، عاجبك كده جبت العار لاهلك وشلت الذل وحطيته فوق دماغ اخواتك البنات يا كلب يا وسخ. اللي يحبني يقول الباقية في حياتك في ابنك عاطف يا ربيع. الباقية في حياتك في ابنك عاطف. اخص عليك، امال لو ما كنتش متعلم. وبعدين الدق الوحش ده ماسكك من امتى؟ دق ايه يا ابن البهيمه؟ ابويا ظبطني مع مره. ومين المره دي بقى يا ابو العواطف؟ وانت مال اهلك علشان نسالها؟ لا انت تروح تسال امك. يا لا انت ليه يعني، ليه قله الادب دي؟ تصدق ان انت ما تربيتش؟ بس 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 يا اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. الله الله الله، ريحة أحلى من ريحة أغلى بارفان. دي ريحة توسع الشرايين. بس دي أكلة هتقفل الشرايين. مالك منكوش عليها الدنيا مبسوطة؟ منحوظة في محلها، شعرك منكوش مع إنك نازلة بيه متساوي. وحصلك حاجة مبسوطة؟ إذا كان على حصل فحصل كتير. تعاركت مع سواق التاكسي اللي كان بيوصل. عركة بالكلام ولا باليدين؟ بالاتنين. طب وايه سببها العركة دي؟ الأجرة. الأجرة تطرد ابنك يا ربيع؟ طب هو كان عمل ايه عشان تطرد؟ جالك قلب يا راجل تفرج عليه خلق الله اللي موجودين هناك؟ ده انا لو كان معايا سكينة كنت رشقتها في قلبه. في ايه يابا؟ هو عاطف عمل ايه عشان تزعل منه الزعل ده كله؟ اخوك عمل عاملة ما يعملهاش غير الشيطان. بنت تغريد. نعم. في الزقوم يخش اوضتك وفيل على نفسك الباب. اخوك عمل عامله حكم الشرع فيها 100 جلده. اسمع كلام ابوك يلا. وإياك تتصنطي. وانا هتصنط ليه؟ الحكايه باينه من نفسها. بالهداوه هو كده يا اخويا، وقول لي ايه اللي حصل. اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. جاني عند العربيه متاخر، قلت زي بعضه عشان ارجع البيت. وانا في نص السكه افتكرت 2 كيلو لحمة كنت شاريهم وحطيتهم في العربية من تحت، خفت لا يبوظوا لو قعدوا لحد الصبح. رجعت عشان أجيبهم لقيته مش عند العربية والعربية لوحدها. قلت جايز في الخرابة بيفك حصر. فضلت مستني، الواد غاب. رحت الخرابة بنفسي عشان أشوفه، وشفت مصيبة يا سميحة. لقيت الواد مع بنت في الخرابة. أستغفر الله، أعوذ بالله، انا عمري ما شفت في حياتي قرف بالشكل ده. خلاص خلاص هقفل يا ربيع، هقفل. يبقى عندي حق اطرده ولا ما عنديش حق؟ وانت ما كنتش قادر تصر على ابنك وعلى الملعونه اللي معاه؟ ده كان لازم اضربه بالجزمه. وكمان ضربته بالجزمه؟ والملعونه اللي معاه كمان خدت لها كام جزمه. عرفتها؟ هرب زي السحليه مش عارف ازاي. منه لله ابنك، يا خساره التعب وشقايا والمصاريف اللي صرفتها عليه. انا من زمان قلبي كان حاسس إن الولد ده هيجلب عليا المصايب. منه لله. لطفك يا رب، أكيد عملنا حاجة في حياتنا خلتك تغضب علي الغضب ده كله. ترى أنت فين يا عاطف يا ابني؟
سترك ورحمتك يا رب.